الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو الإيمان برز الإيمان كله إلى الشرك كله الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه نفس رسول الله بنص آية المباهله ولكن جماعة رفضوا القراءة مع وسيط ارادوا ان يقراوا القران بشكل مباشر تدرون الى وين انتهوا؟ انتهوا الى تكفير علي بن ابي طالب صلوات الله عليه يقولون هذا كافر وعدهم دليل من القران ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الامام كان يقول لهم على ما اتذكر انا القران الناطق تعالوا افسر لكم ولكن القراءه المباشره انتهت الى هذه النتيجه طبعا كثير منهم كانوا ذوي قلوب مريضه ولكن كان هنالك بعضهم خطا فكري الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الآن هذه الحركات التكفيرية المنحرفة الموجودة في العالم الإسلامي والتي تعطي أسوأ انطباع للعالم كله عن الإسلام. أين يكمن الخطأ؟ إحدى مكامن الخطأ القراءة المباشرة للقرآن. القراءة المباشرة يأتي يقرأ الآية الكريمة بدون أن يرجع إلى من أمر الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليه، بدون أن يرجع إلى المبين. يقول كل الحكام كفر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إذن كل هؤلاء الحكام كفر ضموا هذه الآية إلى آية أخرى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار إذن قاتلوا جميع الحكام 99% من المسلمين كافرين ليش؟ لأن الله تعالى يقول شوفوا القراءة المباشرة إلى أين تنتهي الله تعالى يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان 99% من المسلمين في منطقهم يعبدون الشيطان إطاعة الشيطان الذي يطيع الشيطان كافر هاي الصغرى الكبرى قاتل الذين يلونكم من الكفار وتنتهي القضية إلى هذا التناحر الدموي الموجود في العالم الإسلام